شهدت المباني العامة والتجارية بل وحتى واجهات المنازل في مدينة بغداد وباقي المدن ظاهرة تغليف واجهاتها التي هي عبارة عن غلافين من الألمنيوم مع طبقة عازلة، ويصف البعض هذه الحملة المحمومة بالمشروع الحديث داخل العراق، والذي بدأ يلقى رواجاً من المسؤولين وكذلك أصحاب البنايات. وأبرز البنايات الحكومية التي تم تغليفها بالإليكوبنت واجهة مبنى محافظة بغداد في الصالحية، وبنايات حكومية أخرى مثل المصارف والمستشفيات والدوائر. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل إن التغليف بالإليكوبنت يمثل الحل الأمثل لما تعرضت له واجهات المباني من تآكل وتشققات بسبب تقادم الزمان عليها والرطوبة وعوامل المناخ من أمطار وحرارة؟ لا بالتأكيد ما حافظت على التراث. مدينة بغداد يعني ناخذ في التاريخ معين نقول 76 كانت من أجمل عواصم العالم. أنا كانت عندي سفرات للخارج، يعني بغداد كانت. ومن تقول بغداد حتى الأوروبي اللي يجي، وكان أكثر شيء روسي جاني يمنع أشوفه ماني، عندهم فد خصوصية لبغداد حصرا، يعني من العواصم العالم، مو العواصم العربية، العربية ما لنا علاقة بها، لأن كانت في وقتها لا عمان ولا حتى دبي ما كانت عواصم يعني، لأن بغداد كان لها فد خصوصية بتراثها بعمرانها. حتى من يشتغلون مثلا شارع الرشيدة وشارع الجمهورية أو المطعم التركي اللي سووه بالسبعينات، يعني سووه بطريقة يحافظ على جمالية بغداد، يعني عكس ما متوفر الآن أو ما موجود الآن. طبعا احنا اواعين على فتره السبعينات، يعني اللي هي الفتره الذهبيه للعراق، يعني نعتبرها طبعا شخصيا. فنتذكر بغداد القديمه وبناياتها الجميله وشوارعها النظيفه بالسبعينات، وعد ما نشاهدها هسه حاليا يعني نتالم وننقهر على وضع بغداد حاليا يعني. فكنا نشوف بغداد يعني شاهقه في بنائها، في شوارعها الحلوة الجميلة، في حدائقها، في نظافتها، في نظافة إنسانها بنفس الوقت. فأكو فرق شاسع ما بين بغداد الستينات والسبعينات وبغداد الآن. هي حقيقة يعني المدن اللي تتكون من أبنية في كل العالم، من يدخلها رجل إنسان من خارج هذا المكان يحس أنه هذه من ضمن ثقافة ذاك المكان، من ضمن تاريخ ذاك المكان، من ضمن أيقونة المجتمع الموجود. فاعتيادي كل بناية أو كل شارع في أي مدينة من المدن هو يعني لا ينفصل ابدا عن تاريخ المدينه، ولا ينفصل عن ثقافتها، ولا ينفصل عن ذوقها اصلا. يعني هذه المساله معروفه.
اكو مقوله العالم الاسماعيلي الوردي يقول نحن لا ننظر لجمال الماضي ولكن ننظر لبشاعة الحاضر. يعني هسه البنايات قبل بنايات ترتيبها وتراسها كلها اجنبي انجليزي. يعني البنايات هسه تنظر شارع الرشيد مثلا البنايات كلها انجليزي 1917 18 20 21 انجليز. كانت الحكومه المالكه قبل الملكيه مو الجمهوريه اللي سوت المباني كلها طراز انجليزي. قديما قيل وما زال الجيل الجديد يستذكره عند بعض المواقف: لا يصلح العطار ما أفسده الدهر. فهل يصلح الإليكوبنت ما تعرضت له البنايات من تخريب وتهرؤ وتشققات؟ وهل إن معدن الإليكوبنت يحتوي على درجة متانة ومقاومة تستمر لعشرات السنين؟ أم إنه مادة تجارية كان الهم الأكبر لمصنعيها الربح التجاري على حساب الجودة والمتانة؟ والملاحظ على التصاميم التي يتم تغليف مادة الإليكوبنت إنها تخلو من اللمسات التراثية أو الإسلامية، فالتغليف يتم بطريقة القطعة وتطغى عليه الألوان البراقة على حساب اللمسات الفنية الجمالية. ويتساءل البعض إذا أردنا المحافظة على عراقة وأصالة وتاريخ وتراث بغداد السلام، فلماذا لا يتم الاستعانة بالعقول والكفاءات العراقية المبدعة من أجل تصميم البنايات والصروح الخدمية والفنية والحكومية، وبما لا يتعارض مع لمسات الحضارة والتاريخ؟ بغداد يفترض، يعني احنا شفنا مدن وخاصه العواصم المدن الدول الاخرى يهتمون بالبناء القديم بتراثهم. يعني اذا تدخل الى القاهره تشوف البناء مالته نفس الديزاين القديم بس جددوه على نفس الطراز على نفس، فكل بيه دلالات. وحتى شوارعهم من تجي تستعرض التاريخ، مثلا تشوفوا بهذا الشارع فلان قضيه، بهذا الشارع يعني تاريخ البلد من ضمن هذه البنايات من ضمن هذه الشوارع. فلذلك نشوف يعني معظم عواصم اللي شفناها برا محافظة على نفس البناء نفس الطراز نفس التراث نفس إلا بغداد. حتى الفواكه والخضروات المستوردة نفس الشيء، يعني أيضا الطعم والرائحة
واللون ايضا اختلف عندنا، يعني القضيه مو قضيه فقط بناء، يعني هي كلها الثقافه وكلها تغيرت عندنا. يعني الاستيراد الواجهات هذه واجهات ما لها علاقه بثقافتنا ولا لها علاقه بطراز، يعني انا بعض الاحيان مثلا وصلنا الى حد الاكسسوارات اللي نخليها بالبيت اللي كنا نحترم بها، وخاصة يعني نحترمها بالأشياء اليدوية البسيطة اللي تصنع من السعف وغير السعف بقوتنا كانت موجودة يعني، والآن احنا نتباهى بها يعني في متاحف. الآن تجي مثلا لوحة عندك بالبيت هي صناعة الصين ما بها نكهة، يعني حتى إذا آية قرآنية، يعني بعد وصلنا إلى حد الآية القرآنية الطبع ينطبع بالصين بشكل الحرف العربي ما ظل إلى طعم، ما إلى ما بي نكهة اللي يشوفها. فمثل الواجهات الآن اللي أنت تجي قطع مصنوعة في بالخارج على وفق ثقافة ذاك المجتمع وفق ذوق ذاك المجتمع وفق أيضا السوق أو الجو الاقتصادي، يعني أنه هذه تكلف هلقد هذه تكلف هلقد، يعني أيضا إلها وتجي تغلف بها هذه البناية وعلى اساس انه انت تخف عيوبها. بالعكس انت ما تخف عيوب، انت ضفت عيب اخر الى، لانه انا عيني وثقافتي ومزاجي ونفسيتي وتربيتي ما تنسجم ويا هذا اللي انت الان خليه، برغم انت تخلي لي الوان احمر واخضر واصفر، مو يمي هذه مو مالتي هذه. والله شوف يعني خذ اللي صدر لك هاي الألمنيوم وهاي الألوان بالتأكيد يعني من أوروبا تجينا، دول معينة بأوروبا، بس روح لهذه الدول ما تلقي هذه موجودة ظاهرة، يعني هم كانوا يحتفظون بتراثهم يحتفظون بجمالية مدنهم. أي عاصمة أوروبية تلقي البنايات اللي قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة مجملة صيانة عليها، بس ما غلفوها ما ضيعوا، يعني ما ضيعوا هاي المعالم التاريخية بغلاف على الاطلاق ابدا، بقى محتفظ مثل ما اي دوله اوروبيه. روح هسه الان تلقي البنايات القديمه اللي قد يجوز عمرها في مئات السنين، بس ما غلفوها ما ضيعوا جماليتها، ممكن سووا لها صيانه، ممكن رتبوا بها فد امور بحيث بقت مثل ما هي. التغليف هذا يضيع معالم المدينه، يضيع. بغداد حلوه جميله بس للاسف الشديد يعني بهذا الزرق ورق راحت هواي معالم من عندها، جمالية راح تنعدها. والله هو هذا يعني شلون نقول هسه، يعني احنا ما اعرف يعني نعتبره تطور يعني، بس هو ده يقتل التراث، ده يقتل يعني احنا ده نشوف اكو بنايات جميله يعني، اما ده يعني ده تتفلش البنايه او ده تغلف مثل ما حضرتك تقول تغلف بهذا الالمنيوم وهاي الالوان الموجوده. فاكو ناس يعني ياخذوها من مبدا اقتصادي، مثلا يقول لك انا مكان مثلا ما اصرف كذا ملايين اغلف هاي البنايه حتى اذا كانت قديمه
أغلفها بهذا الألم اليوم أو هاي القضايا الملونة أصرف لي أكثر. بس هي هاي أنا أشوفها وخاصة في البيوت التراثية والبناء التراثي هاي حرام. يعني إحنا نجي مثلا مع الدراسات الموسيقية قبل فترة، يعني قبل فترة تفلش مع الدراسات الموسيقية، يعني هذا الصرح العراقي الثقافي الكبير يفلش يعني أنا أمام أنظاري، يعني تفلش بساعات ساعات تفلش. هذا واحد دراسات الموسيقى اللي خرج عباقرة الموسيقيين العراقيين الفترة. إن أحد السمات الثلاثة للأسلوب العالمي المعاصر في العمارة هي تجنب الزخرفة بالابتعاد عن التزيين والتوجه نحو التكوين المعماري، إضافة إلى السمتين الأخرى وهي التعامل مع الحجوم بدل الكتل والتركيز على نظامية التكوين. لذلك فالعودة للتزيين في أحسن الأحوال هو مؤشر لتراجع العمارة قرنا كاملا من الزمان، وهذا في حالة اعتماد التزيين المعماري المدروس وليس التراجع الحاصل في استخدام الألوان والمواد كما يحدث اليوم في كل مدن العراق. للكثير من أعمال التجديد التي يقوم بها أناس طارئين على مهنة الهندسة وفن العمارة يكلفهم أرباب عمل من أصحاب رؤوس الأموال يجهلون ثقافة الفن المعماري ولا يعيرون بالا للتصميم والاختصاص ولا يعرفون شيئا عن الطابع العمراني للمدينة. يعني هو مو بس هاي الشغله، احنا مشاكل عندنا كثيره، يعني من ضمن هاي المشاكل هي هاي اللي بدنا نتحدث عنها، البناء التراثي او القضايا او بغداد او شوارعها او بناء الشاهق الجميل اللي هسه نشوف عنه، نشوف صراحه يعني شيء قلت لك، يعني نتالم نشوف بغداد
يعني نشوف يعني افوت بشارع الجمهوري، هذا الشارع الجميل الحلو اللي تاسس بزمن المرحوم الزين عبد الكريم قاسم، اشوف يعني العصريات، تعال شوف منطقه الشرجه وشوف الـ يعني حرامات ما نقدر، المزابل اللي موجوده بالجامبين من الشارع، تروح للفضل هاي المناطق الاثريه، المناطق الجميله، البيوت الحلوه، تروح الباب المعظم وتروح للميدان، شوف هاي البنايات الجميله الحلوه القشله وغيرها، اشوفها يعني ما حد داير لها بال، مهمله. يعني الانحسار صار عندنا بالثقافة، صار عندنا بالعلم، صار عندنا بالزراعة، بالصناعة، كله هو مشكلة المسؤول، هو نفس المسؤول من إجا، هو أصلاً مو مكانه، ما إجا من مكانه، فلذلك يعني الشغلة مثلاً يعني هسه عندك أنت المناطق الخضراء اللي كل العالم موجودة محترمة، يعني مناطق خضراء عندك مساحة للبشر، هذه المنطقة تسكنها كذا بشر، يسكنها كذا بيت، يجب أن تكون بها مساحة خضراء كذا، هذه الجو، الطقس، الحالة النفسية، الترويح على الناس، العائلة، كل هذا محسوب حسابه. الآن وين؟ الآن بساتين تجرف، بساتين تجرف، بدأوا يسيطرون على 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 بساتين، يجرفوها ويحرقوها حتى يبنونها، حتى يسوون بناء. شارع الرشيد مدينة تراثية، دنق وعمارات وبنايات جميلة جدا، وبيها فد يعني بيها فد طعم، وبيها فد ريحة وفد عطر، فد عبق من الماضي، فتجي تبني ببناية وتغلفها بهذا التغليف، أعتقد مو حلوة يعني. في غير مكان قد يجوز المدينة جديدة بانيها وأغلب بناياتها بهذا الشكل، ماكو إشكال بيها، لكن أريد لها فد قانون أو فد رادع يمنع يعني مثلا بناية بهذا الشكل أو تتغلف بهذا التغليف.